ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الثانی کی 21 22 اور 23 تاریخ تین دنوں کا ایسا خاص آپ کو عمل دے رہا ہوں جو بیماریاں، جنات، جادو اور ہر قسم کے نظر بد کو آپ کی باڈی سے ختم کرنے کا باعث بن جائے گا۔ کوئی بھی بیماری ہے، کینسر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، یا گردوں کی بیماری ہے، یا بخار ہے، یا ٹائفائڈ ہے، یا پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے، یا جن کا، جادو کا، نظر بد کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ یہ رقیہ شریعہ قریشیہ جو ہمارا ہے، جو ہم اسی ویڈیو میں بیان میں آگے آپ کو دے رہے ہیں، آپ ان کو یہ تین دن لگاتار سنیں اور مریض کے سامنے اس کو چلائیں، مریض اس کو سنے، انشاءاللہ العزیز اس کے سننے سے، اس کی طرف توجہ کرنے سے مریض کی باڈی سے یہ جنات، یہ جادو، یہ بیماریاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے اس کو سننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یکسوئی کے ساتھ یا تو بیٹھ جائیں اور کرسی پہ بیٹھ جائیں یا بیڈ پہ لیٹ جائیں اور آنکھیں بند کر کے توجہ اس آیتوں کی طرف کریں۔ یہ بڑا خاص آیاتوں کا مجموعہ ہے جو فرسٹ ٹائم ہم نے یوٹیوب پر اس طرح آیتیں پورے قرآن پاک سے جمع کی ہیں جو جن، جادو اور نظر بد اور بیماریوں کو جڑ سے خاتمے کا باعث بنتا ہے۔ تو آپ جب یہ سنیں گے اور اپنے مریضوں کو سنائیں گے تو انشاءاللہ صحت مند کو بھی اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آفات اور بلیات سے، مصیبتوں سے نکالے گا اور بیمار کو بھی اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے گا۔ تو آپ اس کو یکسوئی سے تین دن لگاتار سنیں، اس کے بعد بھی جب آپ کو ایسا کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے سننے سے بھی آپ کی باڈی سے، آپ کے گھر سے، آپ کی دکان سے، جہاں اس کو چلائیں گے وہاں سے جنات، جادو، نظر بد، بندشیں اور آفات، بلیات اور ہر قسم کی ٹینشنیں ختم ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد،
فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا
ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين فاصبر إن وعد الله حق
ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولتعلمن نبأه بعد حين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فاصفح عنهم وقل سلام
فسوف يعلمون فارتقب إنهم مرتقبون وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم فاسجدوا لله واعبدوا في مقعد صدق عند مليك مقتدر تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام فسبح باسم ربك العظيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد
عَبْدَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار كما يئس الكفار من أصحاب القبور يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون عالم الغيب والشهادة والشهادة العزيز الحكيم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين وما هو إلا ذكر للعالمين
فسبح باسم ربك العظيم. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فبأي حديث بعده يؤمنون. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أولئك هم الكفرة الفجرة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. في لوح محفوظ. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ص
صحف إبراهيم وموسى ثم إن علينا حسابهم وادخلي جنتي عليهم نار مؤصدة ولا يخاف عقباها ولسوف يرضى وأما بنعمة ربك فحدث وإلى ربك فارغب أليس الله بأحكم الحاكمين كلا لا تطعه واسجد واقترب سلام هي حتى مطلع الفجر جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إن ربهم بهم يومئذ لخبير نار حامية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر في عمد ممددة فجعلهم كعصف مأكول الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ويمنعون الماعون إن شانئك هو الأبتر لكم دينكم ولي دين فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا في جيدها حبل من مسد ولم يكن له كفوا أحد ومن شر حاسد إذا حسد الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.